تناهي الصغر نص مليون جنيه، لحد يعني نص يقدر مليون. فعلا الشباب اللي بعت لي دلوقتي دون كله انه ياخد 200 300 الف جنيه ويبدا مشروع تسمين بتلو او عجول او كذا بسهوله شديده جدا؟ ايوه يعني يمكن اللي احنا شفناه التقرير كان في قرض من بنك القاهره، كان في واخدين قروض 200 و300 الف جنيه عشان يعملوا مشروعات، وعندنا تمويلات احنا ضخينا في التمويل المتناهي صغر البنك الزراعي المصري، ومطلع عديد من المشروعات فيها بالقيم المطلوبه. طيب جميل جدا، ده الشق الزراعي وده شق كده. عندكم ايضا الشق الصناعي اللي انت قلت لي فيه ان انت لو عندك ورشه صغيره وعايز تكبرها انا هديك فلوس واكبر لك ورشتك. تمام صح، عشان تجيب الادوات الجديده بتاعتك وتجيب كذا وكذا. يعني انت بتساعدي اللي عايز يبدا وبتعلميه، وبتساعدي المتواجد ان هو يكبر ينتقل من مرحله الى اخرى. مزبوط. خلينا اخش بيكي بقى، بعيدا عن قصص النجاح، ماذا عن قصص الفشل؟ يعني زي ما بيكون في نجاح في اي حاجه بيكون في فشل. انا واحد اخدت منك 300 400 الف جنيه وعملت مشروعي وفشلت فيه في ادارته في حاجه، ايه اللي بيحصل لي ساعتها؟ انا ما زي ما بقول لحضرتك احنا بنحاول قبل ما ندي التمويل، لو احنا شايفين في قصور ان هو هيكون في الاداره بنديهم تدريب قبل ما ياخدوا التمويل، دي نمره واحد. نمره اتنين، لو حصل فشل في المشروع ده وارد، ممكن يحصل في لاي شاب او اي مشروع، ممكن ايا كان، فاحنا بنبتدي نشوف ايه سبب الفشل، يا اما بنوجهه بنعمل له اعاده جدوله للقرض ان هو يسدد على فتره اطول وبمبالغ اقل، ونقدر نحاول نوقفه على رجليه، وفي وبعض الاحيان بيحتاج لتمويل اضافي عشان يقدر ان هو يشتغل فبنشتغل معاه، يا اما بنشوف ان النشاط ده محتاج ان هو يتغير بنحاول ان احنا نغير له النشاط لنشاط تاني. ده ما دام هو اتعثر بشكل جدي، يعني كان بيحاول يشتغل كان بيحاول يشتغل وتعثر، اكيد هنقف في داره واكيد هنقف. انما تعثر ان هو اخذ الفلوس ضربها، لا حضرتك عارف ان دي تمويلات جايبينها من جهات منحه، ودي اموال احنا بنديها للعملاء برضو، مش مطلوب ان انا اخد تمويل واحد ياخده ويضربها وغيره محتاج التمويل ما ياخدوش، يعني لازم هيبقى في اجراءات طبعا. بتاخد ضده اجراءات قانونيه على طول؟ لا يعني مال الحكومه مش سايب يعني؟ لا طبعا لا يا فندم مش سايب خالص، اصلا زمان انت عارفه معلش انا لا لا طيب هو بس انا في حاجه عايزه اقولها، احنا تمويلاتنا في الجهاز احنا بناخدها من الجهات المانحه، يعني احنا بناخد قروض الفلوس دي في صوره قروض وبنسددها احنا للدول المانحه. طيب انت بتديها لي بقرض بتاخد كام في الميه؟ حسب، هو مش ما فيش ما اقدرش اقول لك فايده محدده، القطاع الصناعي بيبقى له فايده معينه، التجاري بيبقى له فايده اخرى، بعض المناطق كام في المية؟ المراه ممكن بيبقى ليها منتجات، ذوي الاحتياجات بيبقى ليها منتجات، تتراوح ما بين 5% في 7% في 10% حسب المنتج اللي هم بيشتغلوا فيه، والذوي الاحتياجات كانت بتطلع ب 8%، في بعض المنتجات بتطلع المراه ب 12%، فحسب المنتج المتاح والتمويل اللي هو عايزه بيغطي انه نشاط بالظبط او انه قطاع. كويس، بس انتوا بتقولوا له من الاول وبتقسموه على دخله. طبعا. ولو دخله اقل ممكن تقللي النسبه بتاعتك؟ لا، هي النسبه للنشاط معين او لمشروع معين بتبقى واحده، لكن احنا بنبقى معاه يعني في مرونه كبيره، بحيث ان احنا بنقدر نحدد له قيمه القرض او القسط لازم تتعمل في الدراسه، لان ده لو مش هيقدر ان هو يسد ويفضل له فائض يعيشه حياه كريمه يبقى ملوش جدوى، ملوش لازمه، ملوش لازمه جدوى المشروع. فبالتالي احنا لازم بنعمل معاه هذه الدراسه، ومن هنا بقى بنحدد مده القرض اللي ممكن يسدده. بمناسبه حياه كريمه، انتوا داخلين جامد جدا في هذه القرى. احنا الحقيقه عندنا تكليفات ان احنا نضخ 1 مليار و400 مليون في القرى بتاعت حياه كريمه، مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، واحنا الحمد لله لحد دلوقتي بفضل ربنا ضخينا حوالي 1 مليار جنيه ل 36,000 مشروع. احنا بس مش بنضخ التمويلات، احنا بنعمل ندوات وبندي تدريبات ورياده اعمال، ففي لينا تدخلات واضحه في حياه كريمه بشكل كبير. طيب عندي هنا كذا حاجه، انا اسف ان انا مش مشغول عنك، انما كميه يعني انا عندي كميه رسائل جايه لنا على الواتساب بتاعنا، دي حاجه تسعدني الحقيقه. هاخد الاول مواطن بيسال بيقول انا عندي مكان مجهز عايز اعمله لتجهيز وغربله النباتات العطريه وتعبئتها وكده، اعمل ايه؟ اروح لفين؟ هيقول لنا هو في محافظه ايه؟ هيتوجه للمحافظه وهيقول لهم انا عندي، هينزل معاه حد اولا هيبص المستندات هيقول له ايه الورق المطلوب، وهيبص على الميزانيات بتاعته، وهيشوف هيعمل معاه دراسه كده مبدئيه ويشوف ايه الفجوه اللي هو محتاجها، هينزل طبعا يزور المشروع عشان يتاكد من ذلك، وبعدين هيبتدي ان هو بعد ما يخلص كل المستندات المطلوبه يعرض على اللجان علشان نقدر ان احنا ياخد القرض ويقدر يتوسع في المشروع.